بالخير، يعطيكم العافية. والحين راح أتكلم بموضوع المكان اللي وعدتكم فيه، واليوم خصصته حق جنريشن 3 اللي هو الكامارو الأوف بادي والكورفيت ال S1. أبلش أول شيء مكاين الفورتيك مالت الجنريشن 3 اللي هما ال 4.8، راح أتكلم الحين عنهم وعن ضغط المكاين. مال السلفرادو 4.8 هو صغير شوية، أعتقد رقمه 3.27 إذا ماني غلطان، 3.27. والكيوبك ضغط الماكينة 8.8، عشان كذي السيارة هذه دائما لما تيلي أقول حق راعيها ركب بلاكات TR55 لأن الضغط وايد طايح. نروح للماكينة الثانية اللي هي 5.3، مكان السلفرادو اللي أكبر، وطبعا الحلو فيهم أن الكرنك مالهم نفس حجم كرنك الاس 1. بالنسبة لبور الماكينة هو 3.78، هذا مقاس البستن مالها، والكيوبك انش 325 إذا ماني غلطان. قاس حجمه 61.5 cc، وضغط الماكينة 9.6، وهني تحت راح اكتب لكم حجم الصبابات مالته. حق مكاين الفورتيك 6 لتر اللي هم يجون على السكيلد القديم ويجون على الوانيتات الاتش دي، راح اتكلم عنهم الحين. 6 لتر فورتيك البور مال بستن هي 4.0 والكرنك هي 3.622 نفس حجم ال S2. يون 71 cc، وضغط الماكينة 9.7 وهو زايد شوية لأن حجم الماكينة صار أكبر، وراح أكتب لكم أرقام الصبابات. تعتبر من المكاين الباردة، ضغطها طايح، عشان كذي أنا دائما أقول حق الشباب اللي يعيرون عندي يركبون على هالمكاين بلاكات TR55. هنا المرحلة الأخيرة مكاين ال LS1 وال LS6 اللي هما مرات الـ Upbody والكوربت C5 والكوربت C5 06، وشنو الفرق بينهم؟ الاثنين 346 كيوبك، الاثنين بور البستن مالهم 3.9 تقريبا. الاثنين 346 كيوبك، الاثنين بور البستن مالهم 3.9 تقريبا. الفرق بين الاثنين هو الراس، وطبعا مكاين ال LS1 ضغط الماكينة 10.1، هذا ال LS1 ماكينة ال LS1 10.1 مثل ما كتبت لكم بالبوست اللي طاف، وتقدر تحط عليها بلاك تي 55 ما فيها مشكلة. هذا بالنسبة لل LS1. ال LS6 صار راس 64 cc، صعد ضغط الماكينة صار 10.5، فصارت السيارة أقوى، عشان كذي C5 06 أقوى. دخلنا بالضبط 10.5، ترجع حق التونر اللي بعيد السيارة وعلى نوع البنزين السيارة تختار البلاك، يعني ممكن TR6 ممكن TR55.